السلام عليكم كوكو شباب، ايش اخباركم؟ معكم سجلتكم فيديو جديد. الفيديو راح يكون عن قصصكم الاسطوري اللي اكثر سلسلة بتحبوها، وانا بحبها لانه يعني بتفرج على قصصكم ومغامراتكم المغواري. طيب بدون حكي كتير ولاعي كتير بنبلش باول قصة. بسم الله الرحمن. مرة اختي صحت من النوم وشافت شعري كله على وجهي وعم ابتسم، وقت اختي حطت بطاني على حاله وصارت ترجف. وقت صار صباح قالت انه يعني الجن متشكل على هيئته. لا 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 عارف. يعني الجن متشكل على هيئته وعم يبتزم لاخته، بده يفرحها. بجوز انت باختك لنهار تتقاتلوا. مرة كنت نايمة الليل ساعة 2، نايمي الليل ساعة 2، سمعت امرأة تغني. قمت من فراشي ورحت على المطبخ وشفت ما في حدا. رجعت سمعت مرة أخرى امرأة تغني، وقمت كمان شفت ما في حدا. بس رجعت شفت ظل خلفي يمشي ركض على فراشي. شكلك طفيت ضو المطبخ. هاي شكلي لما بطفي ضو المطبخ بروح بصير زفلة. كويسة والله، كويسة حلوة. يلا قوم بعوني. مبدع ساوي جزئتيني، شكرا لك على الكلام. طيب مرة كنت راجع على بيتي في منتصف الليل بالساعة 12، وبعد هيك حسيت في شخص غريب عم يلحقني، وكان شاب لمس ايدي. فتجمدت من الخوف، فكرت رح يقتلني. قام طلع ابن خالي يدي بده اياني اتمشى معه بالليل، دايخ خلقه. وبعدين نزلت فيه عياط البيت وزعلت منه حقي. بس يعني هيك حاب يلمس ايديك؟ امزح ولا والله امزح، اقسم بالله امزح، لا تزعلي وحق المصحف امزح. بس يعني لا اشي يعني هاللمسي هاي قلة. خلاص كيفك يا فلاني مثلا سهرة، كيفك؟ وانا متضايق ورواحي. لا اشتاق يلمس ايدك اذا الساعة 12. انا اذا بتجي امي الساعة 12 وبتشيل الكلاش بسهيل. اسمع قصتي، اذا بدك تعمل بار تاني عم بعمل بار تاني. يلا مرة كنا نايمين انا واخي بغرفة، وكان كثير برد. نحنا نايمين والصوبة شغالة بنص الليل تقريبا. بصحى انا بختنق، يا لطيف يا لهوي. ايه مش قادرة اتنفس، والغرفة كلها ظلام، وفي ضوء احمر وصوت صوت فرقعة ايه في الارض. وانا بحاول اقوم وامشي، بس حرفيا حاسة انه كل جسمي متخدر تماما. بعدها صرت اصرخ يا الله باعلى صوت وما حد سمعني، لانه ما بعرف ايه انا بقول لكم ليش، لان الباب مسكر، مستحيل امي تصحى على صوتي وانا بموت بختنق. بعدها قاومت كثير وصرخت اعلى حتى قدرت احرك جسمي، وشغلت الضوء بجانب سريري. لقيت غرفتي تحترق واخي نايم حد الصوبه. بعدنا من على الصوبه تمام بعدنا عن الصوبه وطفينا الحريق. بعدها رجعنا نمنا. بس عن جد كان كتير موقف بواخي، قال كتير موقف بواخي. الو ما بختنقك، انت بتختنقي مثل هيك لما بشيلوا شلون بدي اقول لك عصفور بيعصروه بيسووا عصاره نفسه، بدك تختنقي يعني اجباري بدك تخافي. طيب اسمع اول القصه، كنا قاعدين انا وامي وكنا مشغلين هوايه وطفت لوحده وصوت كبسي واضح انه حدا طفاها. وانا خفت وطلعت من الغرفه، وامي تخوف فيني تقول لي يمكن برضه يطفوها. القصة التانية، كنت قاعدة روحتي في غرفة اخواني، وكان في كيس وجواه اغراض، وكان في قلب يضوي ويضوي وحده ويطفك كذا مرة كذا مرة كذا استغفر الله كذا مرة. ايه وكثير صارت اشياء معهم وبغرفتي، وانا اخاف انام لوحدي. مع من وقت ما ماما واختي قالوا لي اشياء صارت معهم مع الجن بغرفتي بطلت انام لوحدي. ادري انه قصة تافهة بس المهم ايه عن جد اقسم بالله القصة عجبتني. هاي نفس اللي دايما هيك بتوخفني، بس طبعا يعني قلبي جامد قوي. اوكي نيتس قنبلي شكل يا والله. المهم اوكي مرة كنت في بيت صديقتي بناكل، فامان الله فجأة نسمع اصوات ومدري شو. المهم بعدين بنلاقي واحد اسود مثل الجح مثل الجح باين عليه جنيات بسطوي من الحيط ويروج من وطخ، ونحن مدري كيف ختمنا القرآن الكريم. اسمع اذا ما بتطلعني بمفتاحك انه علاتني ما طلع كانت فاهم تعليقي. لا كتبت لك بعطيك واحدة ثانية. كان عندي سلسلة ألماس جبها لي أبي هدية من فرنسا، وكنت بلبسها كنز حتى صارت تورجيني شيء قبل ما يصير ساعات، وصارت تعطيني أمنيات وتحقق شلحتها لي. إيه شلحتها لي أمي ورمت وقلت ترجع، قلت لها رجعي لي السلسلة بس ما فعلت.
طلبت من أبوي يجيب له واحدة للغيرة، قولي لأمك الله يسامحيك. وكانت تعطيني إياها، هي كنت بتمنى تغيري شغلة تفيد المجتمع. تمام، مرة كنت جالسة مع أهلي عادي، ففي ما في شيء طلبوا مني إني أشتري إلهم شوية أغراض. قلت تمام ورحت اشتريت إلهم ورجعت ورجعت لما رجعت إيه ورجعت لما رجعت كان في أشو الإملاء هاي، في ولا واحد من أهلي. فكرتهم في المطبخ، رحت على المطبخ إلا ألاقي واحد كل اشي فيه ابيض عدا عيونه حمراء، كان ماسك سكينة وكان بيقول كلمات غريبة. انا هنا وخفت وقعدت اركض بدي اطلع برا البيت، الا الاقي كل اهلي واقفين على الارض والدم كان مليان على الارض، وتلاقي واحد واقف ماسك سكينة. المهم بالاخير طلع حلم. شكرا اليك، سانكي، والله العظيم عجبتني هيك الشيء فيه العيون وحمر الشيء بتنين. وطيب هيك ممكن وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وكان معكم وسيم، وآسف إذا ما طلعت حدا، بس يمكن على الأغلب طلعت الكل لأنه ما شاء الله أنا بموت على هالسلسلة. إيه لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا بدكم جزء تالت تكتبوا لي تحت، وبإذن الله يجيكم جزء تالت. وبس، كان معكم وسيم، بايظ.